يا بختك يا اخي، على الاقل لسه بني ادم. ايوه بني ادم، بس بني ادم مخلع ومشخشخ، لا ودان ولا عنين ولا اي حاجه خالص، فاقد الصلاحيه. سبحان الله، اول مره اشوف اتنين ملاعين. اه والله، انتوا لازم تعملوا فيلم سوا. وسموه المرتزقه. دي ما يسموه الملاعين. اه صح، احلى. ما ينفعش، هو ثنائي، يبقى اتقال الملعونان. ماشي ماشي تمام. ممكن نسيبنا من اسم الفيلم دلوقتي ونخلينا في التعويذه. ناولني البرديات. برديات اتفضل. بالبرديتين دول الحمد لله التعويذه اكتملت. الحمد لله. الراجل ده هيرجع بني ادم يا رب، وانا هرجع الشباب على طول، وانا هرجع المسرح. اه وانا ارجع للقضيه بتاعتي. جاي لك يا ليلى. جاي لك يا مريم. جاي لكم يا كل نساء العالم. وانتوا عارفين بقى اللي هيحصل. بص يا ولاد، التعويذه بتقول: ايتها الروح الطيبه الساكنه في الاجساد الباليه، اعيدي لنا اجسادنا الفانيه، وهزمي الروح الشريره الكامنه في حياتنا.